شكون فينا ما يعرفش اللي فليس مع فليس يولي قديس؟ وشكون فينا ما يحبش يخبي فلوس يخليهم على شيرة باش كي يجيه مشروع ولا فاكونس ولا أي حاجة يبدا حاضر؟ حسب رايكم انتوما زعما شنية أحسن حل باش واحد يعمل ادخار؟ أنا نعطيك أحسن حل، الكونت إبارن. إيجا نفسر لك شمعناها. الكونت إبارن ولا حساب الادخار هو كونت تحلو في البنكة، يعني تنجم تخبي فيه فلوسك في أمان، وبتبيعة تلقاهم ديما موجودين على ذمتك، وتنجم تجبدهم بالكارتة من الديستريبيتور ولا بدفتر الادخار من الأجنس متاعك. مال حكاية تخبي فلوس تحت المخدة؟ انساها، تنجم تخبي فلوسك في الحفظ والأمان، تلقاهم ديما على ذمتك. واللي يحب يزيد يتثقف في أي حكاية عندها علاقة بالأمور البنكية والفينانس ما يفلتش الحلقة الجاية مع التجاري بنك.